استطاعوا أن يحققوا إنجازا قويا، كسروا نظرية الأمن الصهيونية في سجن أراد العدو أن يكون سجنا محصنا. إذا عرضت الأمر بشكل مادي لا يمكن أن تصدق بأن هؤلاء استطاعوا أن يحفروا نفق وأن يخرجوا فعلا من سجن جلبوع إلى الحرية. أنت كسرت المنظومة الصهيونية وستبقى ترى ذلك في عيون كل من حولك. الأبطال الشهادات الكاملة يومياً 4:30 عصراً بتوقيت القدس الشريف.